أنا بأصل طبيب، بس ولكن أعمل في المجال الإنساني منذ 10 سنوات. بدأت في بعد الأزمة الإنسانية في سوريا. أنا سوري من حلب، فبقيت أعمل 10 سنوات في تركيا مع المنظمات الإنسانية السورية التي نشأت كاستجابة للأزمة الإنسانية. طبعا كنا نعتقد أن أستاذنا الدكتور هاني هو الأب الروحي فقط للمنظمات السورية الناشئة بعد الأزمة، لكن تبين أنه الأب الروحي ما شاء الله لكافة المنظمات وكافة الاستجابات الإنسانية عبر العالم. طبعا لن أتحدث في المقدمة عن دكتور هاني غني عن التعريف أستاذنا، ولكن مقدمة بسيطة. ما هي الفكرة من هذه الندوة الحوارية؟ الموضوع جرى بشكل سريع. أنا حديثا انضممت إلى منظمة ميهاد، هي منظمة فرنسية، ميهاد المكتب الرئيسي في باريس، لديهم ميشن بعثة في إربيل للعمل داخل شمال شرق سوريا، حديثا يطورون العمل داخل كردستان العراق أيضا في إربيل، في زاخو، في دهوك. فكنا نحاول أن نحصل على بعض الاستشارات من أستاذنا، كيف نبدأ، كيف نشبك مع المنظمات. وهناك مراجعة استراتيجية ستكون إن شاء الله يوم الثلاثاء as a strategy review للأعوام الثلاثة القادمة، سيساعدنا الدكتور هاني أستاذنا فيها. فطلب مني الدكتور هاني، طلب أنه موجود في تركيا، كان عنده مؤتمر من أجل اليمن، أن يأتي أيضا ويلتقي بالأخوة الأصدقاء شركاء المنتدى وأصدقائي في العمل الإنساني، خاصة من المنظمات العراقية والمنظمات الدولية الذين يعملون داخل كردستان العراق. فبشكل سريع، الأخوة الأستاذ حميد في مؤسسة ركيزة والأستاذ إحسان في مؤسسة جبل الرحمة ساعدونا في الإسراع بتحضيرات كما ترون من ضمن الإمكانيات الموجودة. المهم استثمار وجود أستاذنا دكتور هاني والاستفادة منه في مواضيع تتعلق ب ما هو وضع الحالي للمجتمع المدني ضمن المنظمات الإنسانية، وخاصة جزئية أن العراق الآن ينتقل من الحالة الإنسانية إلى الحالة stabilization. ما هو مصير المنظمات المحلية والعمل الإنساني بشكل عام؟ بشكل ندوة حوارية بين أصدقاء دكتور هاني، زملاء دكتور هاني وشركاء المنتدى الإنساني. فأهلا وسهلا بكم جميعا. Just in English briefly, I'm sorry. This panel was prepared very rapidly. It was supposed that we have just one strategic day as a review for the strategy of MIAD. MIAD is a French organization based in Paris, has a mission in Erbil, working inside Syria, northeast of Syria, and also inside Kurdistan, Iraq. So we are preparing for strategic review for the coming 3 years. So we asked our professor, Dr. Hani, to support us in this strategy. So he told us he always wants to invest his time. So he said, I'm coming to Erbil, so I want to invest and this time and meet the colleagues, my friends, and the partners of the forum to speak about the strategies in general for all organizations, especially for the transition that's happening in Iraq from emergency to stabilization. So here we have our professor, Dr. Hani. I will not speak about him because everybody know Dr. Hani. So, I just would like to ask Dr. Hani if he would like to start. Welcome all, thank you. إحسان اللي هو الرحمة الإنسانية والرابطة الإنسانية في هذا اللقاء وفي هذا الندوة الحوارية مع شيخنا الخبير في مجال العمل الإنساني دكتور هاني. رحب بكل الضيوف اللي سيشاركوننا في هذه الندوة الحوارية، عسى ولعله أن نصل إلى النتائج ومخرجات لهذه الندوة تفيد جميع المنظمات وتفيد جميع المشاركين. فمرة أخرى نرحب بكم. حبذا لو نبدأ بالتعارف بداية الأمر. أستاذ عبد الله نصر الدين أمين من الرابطة الإنسانية. سالم محمد أمين من الرابطة الإنسانية. المهندس حميد المشهداني من بغداد، أرأس مؤسسة الركيزة RRD في بغداد، ولدينا فرع في كردستان. شكرا جزيلا، نتشرف بكم جميعا. السلام عليكم، شرفنا بالحضور معكم. انا جلال علي، سوري
أعمل من 10 سنوات للمجال الإنساني. أسسنا منظمة، منظمة جديدة للإغاثة والتنمية، وحاليا أديرها في دهوك وأربيل. السلام عليكم، أنا زاهد حسين جلباني، المدير القطري منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم. قاضي شيخ دبي سميات. الحقوقي هاوري إحسان، مدير هلال الأحمر فرع أربيل ودهوك، ومستشار رئيس جمعية هلال الأحمر العراقي. خير الجميل حسن، مسؤول مكتب تصاريح أمنية في فرع دهوك لهلال الأحمر العراقي. السلام عليكم، أحمد بن حمد، مغربي، مدير يومن أبل في العراق. جزاكم الله خير على هذه الدعوة، بارك الله فيكم. أهلا، صباح الخير، في ريال منهاس، مديرة القطرية للمنظمة كونسرن الأيرلندية. بيان رمضان، مسؤول شؤون الإدارية في جمعية الأحمر العراقي فرع دهوك. شرفت بمعرفتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، بروين مجيدة، عضو مجلس محافظة دهوك.